ومن حلبشة ينضم إلينا مراسلنا أمير سليم ليحدثنا أيضا عن الانخفاض المستمر بإصابات كورونا ومستجدات أخرى في المدينة. نعم تفضل. نعم تحية طيبة للجميع. أهلا بك. أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل محافظة حلبشة انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فقد سجلت حالة إصابة واحدة في الأسبوع الماضي، وكانت بالتحديد يوم السادس من الشهر الجاري يوم الأربعاء، وبذلك وصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا داخل محافظة حلبشة إلى 3099 إصابة فقط. هذا العدد يشكل نصف 3% من التعداد السكاني لمحافظة حلبشة، ويعني ذلك بأن الإصابات وحالات التشافي لم ترتفع ولم تبلغ ما يعرف بمناعة القطيع. حالات التشافي كذلك داخل محافظة حلبشة وصلت إلى 2905 بالنسبة للمهتمين في القطاع الصحي، فإن الأعداد التشافي وكذلك حالات الوفاة التي بلغت 143 حالة وتشكل نسبة فقط 4.6% من الإصابات، تؤكد بأن التعامل الصحي وجهود الكوادر الصحية نجحت في تراجع في شفاء المصابين وكذلك تراجع الحالات الموجودة داخل محافظة حلبشة. رئيس الفريق المجابه لفيروس كورونا أكد لنا بأن أبواب المدينة ما زالت مفتوحة، لم يلتزم المواطنون بالإرشادات الصحية وبالتعليمات، وأبرزها لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، وكذلك أكد رئيس الفريق بأن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل محافظة حلبشة يرجع ربما إلى تعليق الدوام في المدارس وكذلك منع التجمعات الجماهيرية وكذلك الاحتفالات ومجالس العزاء داخل محافظة حلبشة. ومن جانب آخر، وصلت نسبة الأمطار داخل محافظة حلبشة منذ بداية هذا الموسم إلى 192 مليمترا، وعدم وجود أمطار موجات الأمطار في الشهر الماضي في منطقة حلبشة أحدث نوعا من الخوف لدى المزارعين بسبب شحة الأمطار، وكذلك إذا لم تجتاح المدينة خلال الفترة القادمة موجات مطرية فإن المشكلة ستحدث، الجفاف ستحدث في محافظة، وقلة كذلك منسوب المياه الجوفية كذلك ستؤثر في الزراعة في المنطقة. هذه هي آخر المستجدات. نعم أمير سليم مراسلنا من حلبشة، شكرا جزيلا لك.